السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من مطبخ أم سهيل. اليوم غادي نقدم لكم رغيف أو مسمن اللي طلبوه مني بعض الصديقات نحضروا ليهم. يلا معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو 200 غرام من الدقيق الأبيض، 400 غرام من السميد الناعم أي الفينو، ملعقة صغيرة من الملح، شوية ديال خميرة الحبيبات وشوية من سكر حبيبات أي رص معلقة صغيرة، وطبيعة الحال الماء يكون دافي اللي غادي نعجنو به الكل. غادي نوضعو الكل في العجانة ونخلطو بالماء ونعجنوها، وما نخليوش العجين مرخوف، نخليه شوية قاصح. من بعد ما عجننا العجين غادي ندهنوه بالزيت، وغادي نقطعه الى قطع صغيرة ثم نشكلوه الى كويرات. من بعد نغطيوه باش يترخف لينا العجين. غادي نحتاجو الى زيت، زبدة تكون لينة ما تكونش قاصحة بهذا الشكل، والى سميد ناعم. اول حاجه غادي ناخذ الزيت غندهنوه في سطح العمل، وغادي ناخذ اول كويره شكلناها غادي نبسطوها وغادي ندهنوها بالزبده، ونرشو عليها الفينو اي السميد الناعم. وهنايا غادي عاوتاني ندهنوها ونرشوها ونعملوها على شكل مربع. غادي نبسطو الكويره بهذا الشكل غادي ندهنوها بالزبده، نرشوها بالسميد الناعم، غادي نطويوها الطيه نصف طيه الطيه الثانيه، ثم غادي ندهنوها بالزبده ونرشوها بالسميد الناعم، وغادي نطويوها الطيه الطيه الثانيه وغادي على شكل مربع وغنخليوها ترتاح.
بعد ما شكلناهم كاملين غادي ناخد بابي كويسون، اي ورق طهي، غادي نقطعو بهذا الشكل باش يساعدني باش نسرح فيه الرغايف، باش نطيبو في المقلاة. غادي ندهن ورق الطهي، وغادي نجيب اول وحده خدمناها، غادي نسرحها بهذا الشكل، نرققها من الجناب. الورق الطهي غادي يساعدني باش ما تعواش ليا ملي غادي نجي نهزها ونرميها في المقلاة او في الشوايه. وملي غنبغيو نطيبوها غادي نرشو المقلاة بشويه ديال الزيت، ما نكتروش. ثم نهزوها بهذه الطريقه ونوضعوها على الوجه ديالها، ونخليو ورق الطهي الفوق باش يسهل علينا نزولوه. من بعد ما درنا بالوحده بالوحده في المقلات غادي نبقى نقلبو بهم بهذه الطريقه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الرغيف، كيجيو محمرين وهشاش ومورقين ومقرمشين. كنتمنى لو عجبكم الفيديو طريقة تحضير سهلة ومبسطة، دعموني باللايك وتشاركوا في القناة، واللي باقي ما مشاركش في القناة يشارك في القناة باش يوصلوا الجديد. وإلى اللقاء في وصفة قادمة.